السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباحكم سعيد، رمضانكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، غفر الله لنا ولكم جميعا. إذن تنطلق الحصة. إذا ننتظر قليلا، كل شيء غادي نديرو، كل شيء إن شاء الله تعالى، كل شيء غادي نديروه، غادي نديرو كل شيء، غادي ديجا درنا المتتالية الحسابية، ما داكاتر، ديجا درنا المتتالية الحسابية، دابا غادي ندوزو للتمرين ديال هادو، نخدمو جميع الأنواع ديال السحب وجميع الأنواع ديال الأحداث كمراجعة شاملة، كمراجعة شاملة. ان شاء الله تعالى ثم نكمل المسير في هذا رمضان هذا ان شاء الله تعالى. غادي نحيدو الدالتين لوغاريتم نيبير والاكسبونونسييل في هذا رمضان ان شاء الله. غادي نحيدو جوج ديال الدوال، جوج ديال الدوال، غادي نحيدو لوغاريتم نيبير، غادي نكملوه مراجعه ثم نكملوه، ثم ان شاء الله تعالى غادي نكملو الاكسبونونسييل باش تبقى لنا ان شاء الله تعالى، تبقى لنا يبقى لنا الدرس الاخير ديال المعادلات والمتراجحات نخدمو عليه. وان شاء الله تعالى بدءا من واحد شهر خمسة غادي نتكاو على الامتحانات، المنهجيات الامتحانات كيفاش كنخدموهم. هذه ليست اي مجموعه لطيفه، هذه المجموعه الثالثه والثانيه والاولى وكذلك المجانيه، هذه تنتمي الى كل شيء. هذه يسميها مجموعة الفقراء إلى الله، على بركة الله. عرفتي راه كاين حطت ميمي واحد بيمو هنا، الله يحضر الصلاة ما لا نساهو ندوز ليه. سير اودي سير لي سير لي سير لي راح نصح. إذا على بركة الله تنطلق الحصص الرمضانية، أسأل الله عز وجل أن يجعله شهر العتق من النيران. إذا على بركة الله تمرين مراجعة للمتتالية الهندسية بعدما راجعنا متتالية حسابية في الحصص الماضية. إذا غادي نرجعو دابا المتتالية الهندسية، كنت حطيت هاد التمارين هادو، كنت حطيت هاد التمارين هادو. إذا التمرين ديال المتتالية الهندسية على بركة الله، ثم التمرين ديال الاحتمالات. إذا المتتالية الهندسية التمرين، سويت جيومتريك، سويت سويت جيومتريك. دونك قال لك هنا لتكون يوان متتالية معرفة بما يلي، عطانا واحد التعبير، سوا يوان سويت ديفيني بار، صافي. دونك لتكون يوان متتالية معرفة بما يلي، حنا ما كيهمناش هذا الشيء كامل اللي مكتوب هنا، اللي كيهمني هو المعطيات. شنو هما المعطيات اللي كنقلبوا عليهم في هذا النوع ديال التمارين؟ هو هذا التعبير هذا،
هو هذا العدد هذا، وكذلك هو هذا التعبير هذا. اذا ثلاثه ديال المعطيات خصك تقلب عليهم، ثلاثه ديال المعطيات خصك تقلب عليهم. اذا المعطى الاول عندي يو ان زائد واحد، يو ان زائد واحد كتساوي 3 على 5، يو ان زائد 2. المعطى الثاني عندي يو صفر كتساوي 1. المعطى الثالث عندي فان كتساوي يو ان ناقص 5. اذا ثلاث معطيات، ثلاث معطيات. نعم نصور لكم الورق ماشي مشكل، ثلاث معطيات. اذا نبداو على بركه الله بالسؤال الاول. السؤال الاول يقدر تلقاه يقدر ما تلقاه، على حسب الجهات. راه ديجا خدمنا هذا الشيء هذا، او دي دير بحال ما خدمتي والو كاع. اي واحد و يو اثنان، بغينا نحسبو اي واحد و يو اثنان. هذا السؤال كيتحط بزاف في كازا في دوك النواحي، حنا غادي نخدمو. نقولوش كيتحط هنا وهنا لا، هنا وهنا لا، وانما غادي نخدمو كلشي لنحسو. لنحسب غادي نكتبو بالعربية وبالفرنسية، لا ريداكسيون دار بالعربية وبالفرنسية. حساب ولا لنحسب بالفرنسية غادي نقولو كالكيلون، كالكيلون لنحسب نحن. يو واحد و يو اثنان، دونك اون فا كالكولي يو ان اي يو دو. نحسبو هاد يو واحد و يو اثنان ونشوفوا شنو عطاتينا. اذا اي واحد كتساوي اي واحد، دونك غادي نمشي لاسويت ديالي المتتاليه ديالي. الا درنا هنا واحد يعني هنا غندير صفر، اذا غتعطينا بقالك دابا غير تعوض يا صديقي، بقالك دابا غير تعوض. 3 على 5 شكون هي؟ يو صفر، يو صفر راه عندك في المعطيات هي واحد زائد 2. اذا غتعطيني هذا الى حسبناه 3 على 5 زائد 2. ممكن تردها على شكل 2 على 1 من حقك، اي عدد راه هو مقسوم على واحد، اللي غتعطينا شحال؟ 3 في 1 زائد 2 في 5 مقسوم على 5 في 1 تعطينا كم؟ 3 في 1 3، 2 في 5 10، 5 في 1 5. اذا تعطينا كم؟ 3 زائد 10 13 على 5. اذا عطاتنا 13 على 5، 13 على 5. بآلة حاسبة، آلة حاسبة شي لخلات عميمي، إذن بالآلة الحاسبة جوج على ثلاثة، ثلاثة على خمسة، دير غير هكا بلا ما دير هذا، ثلاثة مقسومة على خمسة في واحد زايد جوج، إذن 13 على خمسة ديريك تعطيها النتيجة، ما تضيعش الوقت تعطيها النتيجة. إذن هذه هي الطريقة باش كنحسبو اي واحد. يو اثنان دابا، يو اثنان نفس الشيء الناس اللي بغات تحارب الصفر، هذا هو السؤال باش كنحاربو الصفر. استاذ شحال غتعطينا اي واحد؟ وشحال هي اي واحد؟ اي واحد راه ما كايناش في المعطيات، وانما كاينه في النتيجه السابقه. لذلك الا غلطي في هذا العدد راه هذا مشى، الا غلطي في هذا هذا مشى. شحال هي يو اثنان؟ يو اثنان هي 13 على 5
زايد 2. هنا في الضرب راه ما عندناش مشكل، البسط في البسط، المقام في المقام. 3 مضروبه في 13 هي 39. ما كنحتفظوش في 5 وانما كنديروا 5 مضروب في 5 25. وهنا 2 راه كنردها، هي 2 على 1 باش نوحد المقام. اذا غتعطيني 39 في 1 جوج في 25 هي 50 مقسوم على 25 في 1. اذا غتعطينا 39 زائد 50 89 على 25. 89 على 25 ومن لقينا بلي واحد عطاتني 13 على 5 وبلي 2 عطاتني 89 على 25. 89 على 25 امين يا رب العالمين. امين السي ابراهيم. امين. كاين الصوت، كاين الصوره، كاين انا، كاين الفطور، كاين الجمهور، كاين عطا الله الخير. الله يودي السؤال الموالي اللي ممكن تلقاه في هذا النوع ديال التمارين، وهذا الشيء مما لا شك فيه. بين ان الفين متتاليه هندسيه ويقول لك حدد الاساس ديالها. يعني السؤال الثاني اللي ممكن تلقاه لنبين ان الذين متتاليه هندسيه اساسها 3 على 5 2 montrant que فين. هنا في راه كدار بين قوسين لان نريد ان نعبر عن المتتاليه. امين وداس ياسين المتوكل. امين. جيومتريك دو غيزون 3/5. غيزون هو الاساس، غيزون هو الاساس. دونك قلنا المنهجيه والطريقه، المنهجيه والطريقه باش كنخدمو هي كالتالي. لدينا كتمشي كتاخد فان ديريكت لان السؤال مرتبط بالفان. عندما يكون السؤال مرتبطا بالفان كناخدو التعبير ديال الفان. السؤال الاول مرتبط بيو ان، مرتبط بيو، راه خدينا التعبير ديال يو. هنا مرتبط بفي، اذا غناخد التعبير ديال الفي. هو باش غنبدا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله. إذا أنا كنقلب على فان زائد واحد لأن هذه هي الحاجة اللي كتخليني نبين أن المتتالية راه متتالية هندسية وكذلك متتالية حسابية. بجوج بهم إلا بغيتي تبينهم ضروري كدير فان زائد واحد أو لا يوان زائد واحد. هذا واجب السي محمد، هذا واجب. واخا قبيلا كنقول غيديني النعاس، لا ما غيديني، غيديني النعاس، لا ما غيديني، ولله الحمد، الحمد لله. فين زائد واحد كتساوي، امين رب العالمين السي ابو عبد الله. اي شوف معايا راه ساهله المساله، راه هادي كتكون عندك كيعطيها لك، كتاخذها انت، عرفتي هاد ان، هذا هاد ستيتو، هذا هاد صغيكرون، هذا كتزيد واحد حداه. واكيد هاد ان راه هو هذا، الا زدتي لهذا واحد هذا يبقى فيه الحال، اذا انت هو بنزيدو ليه واحد. وعليكم السلام ورحمه الله.
هاد ان الصغيرة هادي غنزيدو ليها واحد. اذا هادي هي الحال المرحلة الاولى، الى استوعبتيها غندوز. المرحلة الثانية هي انك هاد يو ان زائد واحد خصك تعوضها بالتعبير ديالها، حيت هنا ما اش غنحسب، ما كتحسبش، ولكن يو ان زائد واحد من حقي انني نعوضها باش بالتعبير ديالها. فينا هو عطاه ليك في المعطيات، دائما التعبير قلب عليه في المعطى. كل ما يعطى من معلومات في التمرين تسمى معطيات. اذا ها هي راه كتبناها انا. اذا غنعوضها بالمعطى ديالها اللي هو شحال؟ 3 على 5 زيد واش بركة؟ لا، يو ان صافي بركة لا زيد زائد ايوا جوج. هذا ديال اش ديال هادي ها وهاد ناقص 5 نكتبها سيدي، ها هي ماشي مشكل نكتبوها. هنا اشنو درنا؟ فقط قمنا بالتعويض، هادي عوضناها بهادي. دابا لقينا شي توشيات ما نحسبو، بنحسبو هاد الجوج. وقلنا العددان اذا اختلفا في الجمع، اذا اختلفا في اشارتيهما، الاكبر هو اللي كيفرض الاشاره ديالو، الاكبر هو اللي كيفرض الاشاره ديالو. بحالك مثلا دابا انت وجدك مثلا، اولا انت والجده ديالك، رغم ان الجد عنده دوك الافكار القديمه، وكتقول لي مثلا كتهضر معاه كتقول لي ديك القضيه ديال اجدي راه ماشي هكا، كيقول لك اسكت انتوما الجيل ديال دابا ما كتعرفوا والو هكا لا هادي. ولقاك باك مثلا كتهضر مع جدك غيجمع يجمع معاك بواحد التصرفيخه لا تدري حتى من اين اتت. علاش؟ لان جدك اكبر منك، وان اختلفتم في الراي فرايه دائما هو الصواب. علاش؟ لانه هو الكبير. اذا الفكره ديالو هي اللي كاينه، ما كاينش شي حاجه اخرى. وان كانت سالبه وان كانت موجبه، يعني واخا تكون الفكره ديالو غلطه واخا تكون الفكره ديالو صحيحه، ديما انت هو الملام. علاش؟ لانه هو اكبر منك. كذلك في الاعداد، ان اختلف في الاشاره يعني اختلف في الراي، داك الكبير هو اللي كيفرض الاشاره ديالو. دابا غتلقى جوج وغتلقى 5، شكون هو الكبير؟ 5 هو اللي غيفرض الاشاره ديالو. شنو هي الاشاره ديالو؟ هي ناقص. ثم اكيد اختلف يعني كنديروا الطرح، 5 غنحيدوا منها جوج بتعطينا 3. يلا نكملوا. وصلنا لهاد المرحله هذه، يعني حسبنا هاد العددين بداك الشيء اللي فيهم. هنا عندك خيارين، يا اما غادي تعمل وتكمل العمليه، يا اما غتصيد وغتقول لي 3 على 5 غتكتب هاد العدد ودير بين قوسين وتكتب هذا باش بديتي صافي سالينا. استاذ انا ما كنعرفش انا نكتب هاد الشيء هذا ولا ندير هاد الشيء. دير تساوي هاد العدد الاولاني اللي كيكون عندك كتبه بين قوسين، كتب هادي اللي في الاول صافي ساليت. سينو شوف معايا، غدير هاد العدد الاولاني. نعم دائما انوها انوها، ولكن ردي معايا البال انوها انوها. اذا اتفقا على نفس الاشارة، يعني كانت هنا زائد زائد ولا ناقص ناقص، فهنا كنحتفظوا بديك الاشارة وكنجمعوهم لانهما اتفقا يجتمعان على نفس الرأي. يعني لو ان مثلا كانت هنا ناقص جوج ناقص 5، غنحتفظ بديك الفكرة ديالهم، غنحتفظ بداك الرأي ديالهم، وغادي نقول هادو راه تجمعوا، غنجمعهم. إلا كانت كذلك زايد 2 زايد 5 غندير هنا زايد وغنجمعهم. ولكن إلا كانوا مختلفين كنشوف شكون الكبير، كناخذ الإشارة ديالو كنحط الإشارة ديالو، ثم كندير الكبير غنحيد منه الصغير. نعم تقريبا أمين أمينة هداية عدي اللهم بارك. لا ابو عبد الله ماشي يو ان ناقص 3 ناقص 5، ركز معاه. غناخذو دابا هاد العدد 3 على 5، غادي نفتح القوس غادي نكتب يو ان ناقص، رد معايا البال، 3 العدد اللي كاين هنا مضروب
في المقلوب ديال هذا كتاخذ هذا كتقلبو كتحطونه. ركز معايا، أ على بي عامل يوان ناقص سي بصفة عامة هي أ على بي عامل يوان ناقص ولا زايد سي في يقلب بي على باش بلا ما دير مقسوم ثم دير. هو نورمالمون كنديرو هذا مقسوم على هذا، غير الا طلع لفوق كيتقلب باش انت تنقز واحد المرحله ما تطولش شويه. اذا عقل مزيان، ا على بي كتاخذ هذا العدد كدير القوس كتكتب يوان، الا عندك ناقص كدير ناقص، عندك زايد كدير زايد، كتكتب هذا العدد هذا ثم كدير حداه في كذا كتشقلبو هذا. هاد ا على بي كتولي بي على لتحت كيولي الفوق والفوق كيولي لتحت. اذا 3 على 5 ولات 5 على 3 ديك ديال ليكيليبغ سيغ لا ليمام. الناس ديال التربية البدنية ولا ليكيليبغ سيغ لا تيترا، دوزتو واقيلا السبور، دوزتو لا جيم. اذا بحال هكا كيوقع ليه ملي كيجي لينا هوبا وكيدير كينقاز وكيجي لينا وكيدير ديك التوازن على اليدين ولا على الراس. نقدروا نغنيو على ديك طاح على راسو استاذ عفاك واش حط الدروس بالشرح ديالهم والتمارين؟ اسمع، حط الدروس والتمارين والامتحانات والدروس والتمارين والامتحانات والامتحانات والدروس والتمارين والامتحانات وعاود تاني والامتحانات والدروس والتمارين وحط تاني التمارين وزدت ليهم الامتحانات والتمارين والدروس، عاود تاني الدروس وكنعاود في الدروس وكنعاود في الدروس. يلا ركز معاهم. اذا غتعطينا 3 على 5 هنا دائما غتلاحظ هناك اختزالات. اختزال اش كنقصدو بها يا اصدقاء؟ وان هذا العدد كاين واحد العدد هنا شتي واحد العدد هنا 3 بحال هكا كاين هنا، من حقي نشطب عليهم من حقي نحيدهم، يحذفوا العددان. اش كتبقى ليا؟ كتبقى ليا 5. شنو هو هذا؟ اذا هذا هو 3 على 5 فان. استاذ منين جبنا فان؟ يو ان ناقص 5 راه هي فان، غير بانت ليا هكا مزلعه كبيره صغرناها شويه عوضنا بفان. ها هي اذا هذه باش بديتي هي باش كتلا. اذا صافي ساليت استاذ واش بركه؟ لا خصنا نكتبوا ليه ديك الجمله. ما عرفت ودي باش مصح الله ما عرفت، مع فقت مبوق بالنعاس ما عرفت ودي داكشي كنخشي في وجهي. هي كنخشي اللي جات في الطبله كنخشيها، اللي حطوا ليا كنبقى ما عرفت شي كندير ليه هكا وكندفع. ضروري نكتبوا الجمله لان منقطه ومين ذان جمله منين كنجيبوها كنسرقوها من السؤال. حيد غير السؤال بين، راه زعما نتوما اللغه العربيه حيد غير بين ان دير ومين ذان متتاليه عند سياسه سوا كتب لي هذا الشيء هذا كامل. ومين ذان متتالية هندسية أساسها 3 على 5 بالفرنسية دو فان. جيومتريك دوريزون كيت ايغال 3/5. الله يعطيك الخير، راه والله الا هذا الوقت هذا راه وقت ميت، تقتلونه فقط بالنوم والشخير. هذا الوقت هذا وقت ميت، لذلك حنا غادي نحيوه ان شاء الله تعالى وين بشيء قليل واخا غير ساعات المكانه. لا ما تصعبش عليك، راه كتسرقيها من السؤال. هذا السؤال كيقول لك مونتري كو فانيتي سويت جيومتريك دوريزون،
قولي دو فاني تزويد جيومتريك دوريزون، هي سرقية الجملة وكتبيها عادي جدا. إذا السؤال الموالي أو لا تتمة ديالو غايقول لك احسب لنحسب هاد في صفر ولا في واحد ضروري تحسبها. نحسبو في صفر. لا لا مرحبا الله يا ودي مرحبا. هنا في صفر، ركز معايا في صفر منين غنجيبها؟ السؤال مرتبط في ياك، السؤال مرتبط في الله ودي اتبع معايا غير السلسله الرمضانيه، عرفتي بحال ديك دوك لي سيتكم اللي كيكونوا دوك الحامضين، تبع مع غير السلسله الرمضانيه ساعه ولا 45 دقيقه كل صباح كافيه انك تجيب تا 18 ماشي تا 0 18 بالبصمه ديالي بنقاشيها عليك. لدينا تفرج في الحصه ديال دابا وصافي حيد عليك الماط، خدم اي شي تمرين ولا شي حاجه خفيفه هكا بالنهار. منين غنجيب انا في صفر؟ انا عندي العلاقه فان، هادشي اللي عندي فان. هي يو ان ناقص 5، اذا هذه مساله بديهيه يعني حاجه بسيطه جدا. في ان في صفر في صفر في صفر غادي نجي لهنا بندير ليها في هنا. لاحظ معايا قرا هادي مزيان، هادي فيو. ملي كتقول شي واحد ومالك اصاحبي طلعتي ليا فيو، يعني اش؟ يعني ديك ديال اللعيبه ديال شاهد ما شاف شي حاجه، هي هادي دابا شاهد ما شاف شي حاجه، يعني اش؟ يعني لا درتي هنا صفر ماشي هنا كتعوض بشي حاجه قبل، لا لا هادي كتنقلها لهنا. هادي هاديك شاهد ما شاف شي حاجه، فيو فيو مكتوبه هكا فيو. اذا هاد العدد اللي كاين هنا بحال ما غتحولوش، ماشي بحال الاخرين. ابقى لك دابا تعوض شحال هي اي صفر، رجع للمعطيات بتلقى هي واحد اللي غتعطينا شحال هنا. تاني شوف معايا اختلف، علاش؟ لان هنا ضمنيا راه الا ما كايناش الاشاره هنا راه كاينه زايد، غير ما كنكتبوهاش. اذا هنا اختلف، كيفاش اختلف؟ يعني ما عندهمش نفس الاشاره. اذا شكون اللي كيفرض الراي ديالو الاشاره ديالو؟ اللي كيفرض الاشاره ديالو هو العدد الكبير. اذا ناقص 5 الى حيدنا منه واحد بتعطينا 4، اذا ناقص 4 موان 4 صافي. السؤال الموالي قال لك سيدي اكتب فان بدلالة ان. هذا السؤال كيجيب مجموعة من الصيغ المختلفة. ها سي هشام، هشام قال لكم راه جدو هو اللي عنده الرأي. صلى الله عز وجل ان يتغمد اجدودنا بواسع رحمته. اللي عنده جد حي يتهلا فيه ويهتم به فانهم اروع الاشخاص. اللي توفى ليه الجد ولا الاب ولا الام ولا اي شخص من الاشخاص، اسال الله عز وجل ان يتغمدهم برحمته. اكتب فان بدلاله ان. اكريفون فان اون فونكسيون دو ان. Ou la exprimons. Ou la kangoul abbir an vain bidala la t'aynou la. Ou stade had soual hada. Had soual hada rkizm a. Had soual hada qulna miradan wa tikran annau nahtajou fi ila ma'loumatayn. هذا كيتسمى الحد العام، الحد العام لمتتالية هندسية، لو تيرم جينيرال دون سويتش جيومتريك. يقدر يقول لك حدد الحد العام، اون فوا تشوف
السؤال اللي كيكون ما بين هذه الجمله وما بين الاستنتاج هو هذا اللي غنخدموا دابا. اذا كيفما كانت صيغته، كيفما كانت كتابته، كيفما كان التعبير عنه، اذا راه السؤال اللي كاين ما بين هندسيه وما بين هذا الاستنتاج هو هذا الفين بدلالتين. عقلت على الترتيب ديالو في التمرين. هنا غادي نحتاج جوج ديال المعطيات، نكتب بعدا العلاقه العامه العلاقة العامة أمين رب العالمين هي VN كتساوي VP في Q و N ناقص P. إلا قال لك اكتب UN بدلالة N غدير UN كتساوي U P في Q و S N ناقص P. هذه قاعدة، هذا قانون في الرياضيات، قاعدة لا تتغير، القواعد لا تتغير. إذا هذه قاعدة. هنا غادي نعوض فان، لان قال لك فان، اذا هذا غنخليه. شكون هو بي عندنا؟ حسب السؤال السابق حنا حسبنا في صفر، راه يقدر يطلب منك تحسب في واحد، حنا حسبنا في صفر، حسبنا في ديال صفر في كي اس ان. اذا بي شكون هو بي؟ العدد اللي كيكون تحت في، هذا العدد ستيتو الصغير اللي كيكون تحت في كنديرو هنا. اذا هنا عندي صفر، اذا ندير صفر هنا. دابا غادي ناخذ المعطيات، شحال كتساوي في صفر؟ في صفر شحال كتساوي؟ الى رجعنا لداكشي اللي لقينا غنلقاو ان في صفر هي ناقص 4 وان كي هي 3 على 5. اذا ناقص 4 في صفر و كي هي 3 على 5. اذا في صفر هي ناقص 4، كي اللي هي 3 على 5 و سين. غير هنا غادي نشير لواحد النقطه منين جبت صفر، لان عندي هذا كيتسمى الحد الاول، يغفر لي ولكم الله، اما المجد لان حنا كنحسبوا جوج، يا اما في صفر او لا في واحد. شوفي معايا السؤال اللي قبل قال لك احسب في صفر، احسب في صفر، اذا انا غادي نعوض في صفر. الا قال لي احسب في واحد غادي نعوض في واحد، قال لي احسب في 18 غادي نعوض في 18. اذا هنا حسبنا في صفر. هذا عدد، درتي هنا صفر ديري صفر هنا، درتي واحد هنا ديري واحد هنا، درتي جوج هنا ديري جوج هنا، درتي 100 هنا ديري 100 هنا، ما كيهمنيش. غير هو قال لك حسب في صفر، اذا هذه عندي ديجا القيمه ديالها حطيتها. غير كملاحظه فقط، إذا كان عندك كي يكتب على شكل كسر فيها أعلى بي بحال هكا، راه إلا بغيتي دير أس إن راه مجبر أنك دير الأقواس. علاش؟ لأن كي أعلى بي هذا كامل راه كي، إلا جاب الله ما درتيش الأقواس راه الأس كيكون غير ديال أ، هاد ان كتكون غير ديال ا. راه هذا دابا اللي كندير فيه راه ما كيساويش ليا ا على بي و ان، راه ماشي بحال. علاش؟ لان هنا ان راه ديال ا وديال بي مشتركين فيها بجوج، وهنا ان راه ديال
بحال مثلا، ركز معاه، بحال مثلا لاندا لانتي ذكر ولا انثى، نتوما دابا مشتركين زوج وزوجته، شريتو الدار وكتبتوها بسميت ولدكم مثلا، رغم ان راه ما ديالك ما ديالو راه ديال ديك اللي غادي يجيب ولدك، كتبتو الدار بسم السميه ديالكم بجوج، كتقول بلي ان هذا بيت مشترك ماشي غير بالهضره وانما ورقيا حتى على الورق، يعني الا جاب الله بيت فرد كل شكله بتعطيه الصك ديالو يمشي في حالته. علاش؟ لان النص اصلا ديالك وداك النص غير رجع لك. يا سلام، زينه القضيه، النص الاول راه ديالك والنص الثاني غير رجع لك كتابه، ماشي مشكل، حيت النص اللي عنده غير شاد ليه هو الشاكوش. الا جاب الله مثلا هو كتب البرطمه بسميتو ورغم انكم مزوجين راه ديالو، راه ديالو، راه ديالو، اذا راه اختلاف كبير بينهما. واش فهمتيني؟ والمهم كنقول لكم ما كنجبدش الصداع، والله ما كنجبدش الصداع، نيتي انا صافيه، ما كنجبدش الصداع حتى الله يهديكم. لا تصدقيش نقع على الراجل من دابا ديال المحكمه تقول لك كتبها ليا بسميتي ولا نشركوها بجوج، لا لا، داكشي ديال سيدي ربو صافي، الله الله يطعمنا حلال. فوالا، اذا هذا ما كتحسبش، هاد العددين ما كيتحسبوش، صافي رد معايا البال. اذا هذه هي الكتابه، صافي ساليت. السي الحسين، والمجتمع بيتعطي المحكمه بيتعطي ليها الدار والطوموبيل وبيتعطي ليها كل شيء، الكونت ديالك كل يلاه يلاه يعطي السلام وصافي، زعما نجيبوا معاهم التعادل. اما راه القضيه راه صعيبه، يا اقولها لك القضيه صعيبه، اللهم التعادل. اربعه، دابا غيقولوا العيالات الله يعز الحكام، وهي هو ربعة. السؤال الموالي، نطلعو على السؤال، ما عرف كاع فين غبرات ديك الورقة. استنتج أن هاد الاستنتاج، كاين واحد السيد معايا محمد، ما عرفت واش كيتفرج فيا دابا ولا لا. سي محمد، إذا كنت هنا بان عليك لمن. استنتج أن، مجرد استنتاج ما فيهش القاعدة، استنتج أن، غادي نوريك جوج ديال الطرق، جوج ديال الطرق، يلا ركز معايا ثم نحسبوا النهاية. نكتبوا السؤال بعدا بالفرنسية وبالعربية. ديدويزونك، المهم اللي اول مره كيعرفني ولا شي حاجه راه بلا ما يقول لهم راه تفرجت واحد الاستاذ هبي، راه انا هكا داير منذ زمان بعيد. لا تصدقوا مشوهيني وتقولي لهم واحد ترى واحد الاستاذ راه محالي سي غغونا الاستاذ، وهو كي يحربي الاستاذ، استاذ في الثانوي التاهيلي، غير منظركم انا هاد الصباح ما خدام، ما خدام حتى العشيه. اذا غادي نوريك هنا جوج ديال الطرق، خدم بالطريقه اللي عجبتك. اذا غادي نقسم الورقه على جوج، سينو غادي نخلي الورقه هكا وندير طريقه واحد وطريقه جوج هكا، دابا طولا وليس عرضا، طريقه واحد، طريقه واحد هي الطريقه المعتاده، الطريقه العاديه اللي موالفين كنخدموا بها لدينا. then كتساوي يو ان ناقص خمسة، هادي من المعطيات. اذا غتجيب هذا لهنا، تجيب هذا لهنا، شنو درنا استاذ هنا؟ غير شقلبناهم، جبنا هذا من حقك، ما كنغيرو لا اشاره لا حتى شي حاجه. ثم ثم كناخذ هذا العدد وكنحولو، هذا العدد كنحولو كنصدرو للجهه الاخرى،
إذا غتعطيني يوان كتساوي فين ناقص خمسة غتجي لهنا تولي زايد خمسة، ثم كتعوض فين بالتعبير اللي عطاك. شكون هو فين؟ ها هو انطلاقا من السؤال السابق، فين انطلاقا من السؤال السابق، فين هو هذا، كتحط هذه كاملة راه ما كيتحسبش هذا الشيء، هذا ما كيتحسبش. الا خليتيها هكا راه مزيان، الا بغيتي تكتبها كيما كتبها راه غير تبدلها هاد الجوج، ماشي تغير لي شرط، غير تبدلهم، تجيب خمسة الاول هنا راه بحال بحال، خليتيها هكا راه صحيحة. نجيبو خمسة الاول هنا، ديما العدد الا كان موجب وكتبتو في اول السطر، يعني في اول هاد تساوي من مور تساوي، ما كنديش ليه ديك زايد، ناقص ربعة ما صعيب والو، والله ليس صعبا، والله وبالله وتالله ووالله ليس صعبا، ليس صعبا، ليس صعبا. ركزي معاه مزيان، ركزي معاه، أعيد أعيد، هادي معطى ياك، عرفتي هادي معطى، منين جبنا هادي أستاذ؟ هاهي معطيات. غادي نجيب هذه كامله، اشتياك هذه كامله كامله كامله، هذه كامله بنجيبها لهنا، وهذا بنجيبو لهنا. عرفتي انت الا ما بغيتي دير هذا السطر، انا نقول لك حاجه اخرى افضل. عندك مثلا فان كتساوي يو ان ناقص خمسة، مباشره دير يو ان كتساوي فان وقلب الاشاره ديال هذا ودير زائد خمسة، صافي دوز ديريكت. مثلا عندي فان، عندي يعني في التمرين يو ان ناقص واحد، غنجي مباشرة غندير يو ان كتساوي فان، ثم غنقلب الإشارة غندير زايد واحد. عندي مثلا يو ان كتساوي، عفوا فان كتساوي يو ان زايد ثلاثة، مباشرة غندير يوان كتساوي فيان، ثم غنقلب الإشارة ناقص ثلاثة، وهكذا. ثم هاد فيان كنعوضها، كناخذ هادي كيما هي كنكتبها أنا، كيما هي كنكتبها. الطريقة الثانية، نشوفوا الطريقة الثانية تقدر تجيك سهلة. الطريقة الثانية لدينا غتاخد هاد فين، هادي شتيها فين، غتاخد هاد فين هادي، شوف فين درتو لنا، كتساوي ناقص ربعة في ثلاثة على خمسة وتسعين. شوف معايا الجواب اللي بغيناه، غتقولو تاني الأستاذ كيبين لنا الختم، ديرلي هاديك نغطيوه، نديرولي السكوتش، غتقول لي نبدا بهادي. ها هي السؤال، في يو ان كتساوي خمسة ناقص ربعة، خمسة ناقص ربعة، خمسة ناقص ربعة، أنا هذا عندي، شوف معايا دير دابا الملاحظة بعينيك، ناقص ربعة هي في ثلاثة على خمسة وس ان، شنو اللي ناقصني؟ شنو اللي ناقصني؟
اللي ناقصني هو هاد خمسة هادي شتيها كاينة تساوي هنا ها هي تساوي ها ناقص ها ناقص أربعة. شوف معايا دير مقارنة ما بين هادي حط عينيك هنا ماشي الخاتم لا عينيك هنا حط عينيك هنا وعينيك هنا أشناهو الإختلاف هنا كاينة خمسة هنا ما كاينش إذا أنا غنزيدها وبما أنني زدتها أنا راه زايد راه موجبة إذا غنزيدها أنا إذا هاد العدد اللي مازال ناقصني أنا باش تكمل عندي هاي باش يكمل عندي هاد التعبير هاني زدتو في هاد الطرف وزدتو في هاد الطرف بحال قضية الميزان ملي كتكون عندي جوج كفتين إلا زدت هنا كيلو زدت هنا كيلو الميزان راه كيبقى هو هو مرحبا ودا السي يوسف راه جميع اللايفات حتى ديال العام الفايت راه مسجلين الله ربي غير اللي رجع ليهم اذا شنا هي في ان زائد خمسة هي يوان وهذا هو صافي ساليت دابا دير الطريقة اللي عجبتك سواء هادي ولا هادي راه بجوج بيهم عطاونا الجواب راه ماشا ديرهم بجوج دير اللي عجبتك اللي ولفتيها ديرها الله يعطيك الخير اختي خديجة السؤال خمسة اخر سؤال لنحسب النهاية لنحسب النهاية لا ماشي مشكلة اختي نور الله يا ودي الله يا ودي راه هادشي عاودنا غير باش تفهمو عادي جدا و 1,670,542 مرحبا اذا نحسبو ركز معاه مثل المؤمنين في تمدين وتراحم يوم تعاطف فيهم كمثل الجزء إذا هنا غندير القاعدة ليميت ديال كيو أس إن كتعطينا زائد ما لا نهاية إلى كان كي كبر من واحد كتعطينا صفر إلا كان كي محصور ما بين ناقص واحد وواحد محصور ما بين ناقص واحد وواحد مزيان بالنسبة للكسر أعلى بي كيكون صغر من واحد امتى الى كان ا اصغر من ب هذا فقط كنديروه بالعين المجرده نجيو لهنا ناخذو بعدا الليميت ديالنا نكتبو الليميت ديالنا ونشوفو شنو غتعطينا امين رب العالمين شوف كتب الرمز اللي عطاك هنا كتبو بعدا ها هو شتي كتبناه اذا هذا الرمز هاد الليم غنكتبها ضروري ثم يو ان غنعوضو بداك الشيء اللي لقيت في اخر سؤال هو هذا ها يو ان ماشي داك المعطيات لا
يو ان ها هي شتيها يو ان اخر سؤال غناخذ هذا غنكتبو ثم ندير تساوي ونحط النتيجه كلها النتيجه النهائيه النتيجه النهائيه انا بانت ليها هي 5 علاش يا استاذ لان ليميت ديال 3 على 95 كتساوي 0 علاش يا استاذ لان ثلاثة على خمسة محصور ما بين صغر من واحد بهاد العبارة صغر من واحد علاش باش عرفنا صغر من واحد قلنا يكون الكسر أصغر من واحد إذا كان البسط أصغر من المقام إلا كان هاد الفوق شتي ثلاثة صغر من خمسة ياك ياك ثلاثة صغر من خمسة إذا هذا غيعطينا صفر إلا كان هذا كبر من هذا إذا غيعطينا بلوس لانفيني دابا الى حسبنا 5 ناقص 4 في هذا قلنا غيعطينا صفر عندك دير 5 ناقص 4 تحسبها هي الاولى لا 5 ها هي 4 في صفر هي صفر ديما الاسبقيه للضرب كتساوي 5 اذا النتيجه النهائيه ومن ليميت ديال يوان كتساوي 5 كيفاش لقيت 5 عزيزه نعاود نشرح ولا مفهومه نعاود نشرح ولا مفهومه ماشي مشكل الا بغات نشرح نعاود نشرح لا اشكال في الامر لا حرج لا حرج إذن هذا تعويض امتى بدا عطونا التوقيت السادسة والنصف صباحا ولا ستة وربع نبقاو نبداو في ستة وربع مؤمنة بالله تفرجي في اللايف ديالو راه كاين لايف ديالو الخاص ديال النهاية لايف خاص ديال النهاية إذن عندي هادي ياك ركز معاها كنعوضو يوان بالتعبير هذا كيختلف من 80 إلى آخر هذا التعبير هذا شوف معايا شنو غندير ركز معاها 5 ناقص 4 ما تحسبش هذا عندك تحسبو عندك تحسب هذا في 3 على 5 ما ديرش الليم وهذا الشيء راه كنديروه غير في الوسخ ما كنديروش في الورقه ديال الامتحان ان غندير بلاصتها بلوس لانفيني علاش استاذ لان ان قال لك غادي هي البلوس لانفيني وانا نوصلها للبلوس لانفيني ها هي ديتها لبلوس لانفيني وصلتها لبلوس لانفيني وصلتها لبلوس لانفيني كيفاش ما غيكونش اللايف في الاثنين الاثنين مساء لا غادي يكون مساء الاثنين يقدر يكون مساء ما يكونش في الصباح مازال ما عرفت المهم نديرو بعدا الحصه اليوم وغدا ويحفظ الله اطلع الايام
غادي نشوف دابا الا جاب الله لقيت بلي ان هذا العدد هذا صغر من هذا، اذا هذه كامله غتعطينا صفر. ركز معايا، هذه كامله كامله، هذه كامله، هذه كامله، هذه كامله 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 بتعطينا صفر، لان هذا صغر مناش من واحد، اذا هذا كامله، هذا كامله بيعطينا صفر. استاذ واش غندير وما ديرش 5 ناقص 4؟ راه ما كتحسبش، راه الاسبقيه للضرب، كيت الاسبقيه للضرب، الاسبقيه للضرب. اذا نحسب بعدا، نفك بعدا هادو اللي مضاربين، انا بغيت نجمع مع هذا وهذا مضرب مع هذا، الله يهدي، فك بعدا هادو ويحن الله. اذا 5 4 في 0 هي 0، اذا في النهايه غتعطيني 5. استاذ واش عندك جروب بالمجان؟ عاد كاين المجان وكاين العرض الخاص، على ربي يدخلوا تقراو. انا نشوف واش نقدر نبارطاج معكم الروابط ديال الجروبات. لحظه لحظه لحظه، راه غادي تحبس اللايف لحظه. اذا ها هو الرابط. رابط مثبت، رابط راه تم تثبيته. اذا موعدنا في الحصة المقبلة ان شاء الله تعالى. انهينا الحصة، موعدنا في الحصة المقبلة ان شاء الله تعالى. اسال الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحبه ويرضى. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق النجاح خطانا وخطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى، ساعة واحدة كافية، راه بقات لنا تقريبا منها دقيقة ونصف هي اللي بقات، ما يمكنش تخدم معنا، حنا أصحاب السانكيام، لا يمكن أميمة. العرض الخاص ديال السانكيام أصلا العرض الخاص هذا وحيدتوه، فما بالك بالعرض المجاني؟ لا لا والله، ليس هناك وقت، هناك ناس اخرون يحتاجوا لهذ الدقائق والسويعات، الناس اللي عندهم المستوى ديال الشهاديه التسعه، كاين التسعه وكاين كاين البكالوريا وكاين كذلك السادس ابتدائي، رغم ان التهمه راه ما كيحضروش اللايفات وما عارفينش بهذا الخير هذا. صلى الله عز وجل ييسر اموركم، ودابا دوزوا النهار ديالكم بخير وعلى خير، ضحكتوا شويه، نشطوا داك الدماغ، خدمتوا شويه، حيدوا التخوف اللي كاين في هذه الماده، قريتو شويه القران ديالكم، قريتو الاذكار ديالكم، غتمشي دابا غتصلي واحد جوج ركعات ديال الضحى ما تنساهمش، ودعي معايا، والنهار ديالك ان شاء الله تعالى غادي يدوز بسلام. ممكن انك ترجع تنعس واحد الساعه ولا ساعتين، ممكن تمشي للخدمه ديالك دابا، ممكن تدي وليداتك للمدرسه وترجع تنعس، المهم اكون عون ربي. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق النجاح خطانا وخطاكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاحتمالات غدا ان شاء الله تعالى.